العراق بلد غير آمن وبغداد أسوأ مدينة للعيش. هاي العناوين الرنانة شفناها تتصدر الدراسات وعناوين البحث على جوجل. بالمقابل أكو مئات السياح نشروا تجاربهم عن طريق فيديوهات ومقالات صارت متداولة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي. الجانب الإنساني للعراق كان غايب عن العالم، العالم شافه من خلال هاي الفيديوهات. من خلال هذه النقيضين اللي صارن، سؤال ظل ببالي وأريد أعرف إجابته، هل العراق فعلا بلد غير آمن؟ Welcome to Baghdad, the capital of Iraq. Ready for their first traditional Iraqi breakfast. Hi guys. Hi. Where are they? Oh, I hear Habibi. Oh, Habibi. We ended up meeting a friend of a friend who was kind enough to join us in exploring his beloved Baghdad. If I've realized anything so far from the few hours I've spent here, it's that everyone I've met is extremely kind and hospitable. طبعا كل ما اسافر واعرف بنفسي من العراق او مثلا كل لابس هذا التيشيرت، الناس تستغرب وتبدي تسالني اسئله بصراحه تضحكني، يقولوا لي يعني انتوا عايشين؟ الوضع طبيعي؟ تقدرون تسافرون؟ الحرب تخليكم انه انتوا ناس عايشين حياه طبيعيه؟ العالم يتخيل العراق بلد حرب دائم، وهذا الشيء طبعا مو صحيح، بس خلونا نتخيل سوا، ايش قد هذا الشيء ياثر على علاقتنا بالارض اللي احنا عايشين بيها؟ ايش قد بسبب الحروب والطائفيه خسرنا ناس نحبهم، خلونا نفقد الشغف او نفقد الانتماء لهاي الأرض. والمنطق يقول إذا إحنا اللي بالداخل خايفين، شلون نقنع الناس اللي بالخارج يجون ويزورون العراق؟ فترات طويلة والعراق معزولة عن العالم، وورا 2003 كان الوضع ما مستقر، وسالفة جاية حجنا بالعراق سالفة شبه مستحيلة، هاي عدا السياحة الدينية اللي ازدادت وتطورت بشكل واضح. لكن بعد زيارة البابا فرانسيس للعراق بشهر مارس بسنة 2021 رجع العراق قبلة للسائحين الأجانب لما يتمتع به مثل ما تعرفون من أماكن أثرية تاريخية ترتبط بتاريخ أكثر من ديانة وحضارة سماوية. زيارة البابا سهلت على السائحين الأجانب الجاية للعراق، وسهلت بالتحديد لمواطني 36 دولة كبرى زيارة بلاد الرافدين، يعني بمجرد يوصلون للمطار يدفعون الفيزا اللي قيمتها 77 دولار ويدخلون، وهذا اللي خلى أكثر من 106 ألف سائح أجنبي يزور العراق بعد التسهيلات هاي. قررت أن أنا أسافر العراق مبدئياً لأن طول عمري بسمع عن حضارة بابل والسومريين وميزوبوتاميا وبلاد الرافدين والحاجات دي كلها، فكان عندي فضول جداً أن أنا أستكشف البلاد دي. وبعد ما البابا زار العراق وقالوا خلاص أن احنا هنفتح الفيز للسياح، قررت أن أنا لازم أكون من أول الناس ومن أول موجة سياح تروح العراق وتستكشف البلد الجميلة، وهي لسه زي ما تقولوا كده مش مستكشفة، أو في الجيل بتاعنا مش مستكشفة، فكنت عايز أن أنا أستكشفها وبقى أول الناس تصورها. غير طبعا أن أنا كنت بسمع أن الشعب العراقي شعب بيحب المصريين جدا وشعب كريم جدا، فده كان زي ما تقولوا كده السبب الرئيسي لزيارتي إلى العراق. وردة فعل الناس طبعا أنتوا عارفينها، وهي اشمعنى العراق؟ مش خطر عليك؟ هتروح تعمل إيه دلوقتي في العراق؟ لا 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 بلاش، ده عندهم انتخابات وزي ما تقول كده في لبش. ولكن الصراحة أحسن حاجة عملتها أن أنا ما سمعتش كلام الناس. تجربة سفري للعراق كانت تجربة الصراحة فريدة من نوعها، ما كنتش متخيل أن الشعب يكون مرحب بالشكل ده، مش فقط بالعرب أو المصريين اللي زي حالاتي، لا كان مرحب بشكل عام لأي سائح موجود. يعني أنا قابلت السياح هناك من إنجلترا، ناس من أستراليا، ناس من أوروبا بشكل عام، والصراحة كانوا مبسوطين أكتر مني لأن بالنسبة لهم ده إكسبيرينس فريد جدا من نوعه. يعني إحنا في مصر متعودين شوية على الكلام ده، ولكن الأجانب كان بالنسبة لهم التجربة دي في العراق حاجة جميلة. طبعا أول حاجة شدت نظري أو شدت انتباهي للعراق هي الشعب الكريم اللي هو في كل الحالات بيعزمكم على الأكل
ويخرجكم ويفسحكم. صراحة شعب كريم. ولو هلخص العراق أو تجربتي في العراق بكلمة واحدة هي الشعب. الأماكن اللي كنت مهتم بزيارتها في العراق كانت أماكن كتيرة جدا، أماكن عدة، منها طبعا القربلاء والنجف، لأن دول من أكتر المدن اللي بيتم زيارتهم من قبل ناس من برا العراق، فكان لازم أن أنا أعدي على دول. طبعا الموصل، أي نعم حصل فيها زي ما قلت لكم تدمير، ولكن مع ذلك كان لازم أن أنا أزورها، لأن الموصل في الكتب العربية القديمة من المدن العالمية الشهيرة في العالم العربي، لان كتير منها، لان طالع كتير منها كانوا كتاب وطالع كتير منها فنانين وقصص كتيره كان لازم ان الواحد يروح يشوفها حتى في الحاله اللي هي فيها دلوقتي. ولكن الحمد لله دلوقتي حصل تحسن كبير في الموصل. وغير كده طبعا كان لازم ان انا ازور بصره واللي هي احد اكبر مدن العراق، وبغداد طبعا ما ينفعش ان انا كنت اكون في العراق ومعديش على بغداد. رحنا على الديلة، مدينة البرتقال، لأن طبعا كان لازم ان احنا نشوف النخل وكل المزارع. الحاجات المهمة اللي اتعلمتها في فترتي في العراق هي الكرم وحسن الضيافة، وفي حاجة مهمة جدا اتعلمتها في خلال وجودي هناك، وهي ان زي ما انتم عارفين العراق اخر حوالي 30-40 سنة مرت باوقات صعبة شوية، ولكن مع ذلك البلد مليئة بناس موهوبة، ناس شاطرة، ناس عندهم شغف في اللي بيعملوه. ولذلك اتعلمت ان مفيش حد يعني يعمل excuses زي ما بيقولوا، او يعمل عذر لنفسه ان هو مثلا مش ناجح عشان كذا. لا، الواحد مهما كانت الظروف حواليه لازم يبقى عنده زي ما تقولوا كده صبر، ويكون عنده الشغف ان هو ينجح في الحاجة اللي بيعملها. بسبب المشاكل اللي حكينا عنها، طائفية، حروب، غيرها من المشاكل الداخلية اللي أثرت على علاقتنا كعراقيين بالعالم، تم إنشاء شيء كلش حلو اسمه مقهى المسافرين العراقيين. هاي المبادرة اللي أنشئوها شباب حاولوا يرجعون التواصل بين العراقيين والعالم من جهة، والعراقيين ويا بعضهم من جهة ثانية. لذلك اليوم راح نحكي ويا أسامة من مقهى المسافرين العراقيين، راح نتعرف على الأسباب اللي خلتهم يسوون هذا المقهى وشنو الأهداف من مقهى المسافرين العراقيين. مرحبا، وياكم أسامة موسى. أنا أحد مؤسسين مقهى المسافرين العراقيين، هي اللي تعتبر مبادرة غير ربحية. تقريبا تأسست حوالي قبل 3 سنوات، كنا نشتغل عن طريق الأونلاين، بس وراء سنة ونص انتقلنا أنه نسوي الإيفنتات والأحداث والميتينجز مالتنا أنه على أرض الواقع. طبعا هواية مواضيع نقدر نتناولها من خلال السفر، نستهدف السفر من خلال جذب الناس، وراء نتناول من خلال السفر نتفرع إلى هواية مجالات ممكن من عندها هي مفهوم المواطنة العالمية، وبالإضافة إلى ذلك أنه شو نقدر ندعم الاقتصاد، ندعم السياحة، نقدر نتدخل أو مثلا نتطرق إلى هواية مواضيع مهمة من ضمنها هي هاي المواضيع أنه كيفية الدراسة خارج العراق. أكو قسم من السواح يعني بيجون على تاريخ العراق، باعتبار العراق وميسوبوتاميا وبلاد ما بين النهرين ويعتبر أنهم مهد الحضارات، فيجون أنهم منتظرين هاي اللحظة من زمان، من سنوات. أتذكر أنه واحد من عندهم من هو صغير كان يحلم أنه يزور أنه بلاد ما بين النهرين، ويزور أنه بابل، ويزور أنه أور وسومر، بلاد سومر والحضارة الآشورية والآثار الآشورية. نحاول قدر الإمكان نسوي أحداث، هاي الأحداث إنه نخليهم إنه دولة، نحاول ندمج الناس أو مثلاً الشباب المحلي مع الناس الموجودين الأجانب من مختلف الدول الأخرى اللي عندهم مختلفين، يعني يختلفون بالباكجراوند مالتهم، من لغة مختلفة، من دين يختلف، من 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 عادات وتقاليد تختلف. لذلك إنه من يقعدون دولة كلهم يتبادلون، يسوون تبادل ثقافي وتبادل باللغة، واحد يحفز على الثاني، هم من دولة صراحة يعرفهم على تقاليد وثقافة العراق، وبالإضافة العراقيين هم نفس الحالة يحاولون يفتحون على العالم ويتعلمون لغات جديدة ويتعرفون عن العالم وثقافته ومختلف الدول اللي دار ما دار العالم.
بالنهاية هسه صارت هواية تساؤلات ببالي وببالكم، أهمها إحنا بلد آمن له خطر، والمشاكل اللي بالداخل إيش قد ممكن تأثر على سمعة العراق والعراقيين اللي بالعراق وحتى اللي يسافرون، وأكيد أهمها قوة الجواز العراقي وإمكانية دخولنا لكم دولة، والواقع ما مستقر لحد الآن، هل يخلينا إحنا فعلًا مسترخين ونقدر نستقبل سائحين خصوصًا ويا البنى التحتية اللي يحتاج لها شغل كبير؟ وشيء كلش مهم توافد السياح الأجانب للعراق. احلى شيء بالسفر هو انه انت تستكشف ثقافه البلد الرايح له، يعني اكل، اماكن، اغاني وغيرها من الشغلات، والسائح جاي يستكشف ويتعلم ويشوف الامور بعيون جديده، وهذا الشيء يعتبر منظور جديد نقدر نحتفي به حتى نرجع نشوف بلدنا بصوره جديده بعيدا عن الصور النمطيه اللي العالم شلون يصنفنا بيها. وهسه دعوه لكم اصدقائي وبواقعيه، ومثل ما اكو مشاكل اكو اشياء حلوه بالعراق، واهمها الاماكن الأثرية والأماكن الحلوة الجديدة والأماكن الأثرية القديمة. أريد بالتعليقات تشوفوني أحلى مكان رحتوا له بالعراق. وصلنا نهاية الحلقة، شكرا لمشاهدتكم، أودعناكم.